صحابي، تعالوا نشوف ايه اللي موجود في حلقة النهاردة. الله يا ماما على الحوادث الجميلة اللي انت بتحكيها لي دي، جميلة قوي بتاعت العصاية السحرية دي، احكيها لي بكل يوم. طيب يا سارة يلا بقى يا حبيبتي نامي، الأول قولي أذكار النوم وبعد كده يلا عشان تنامي بقى، عشان تصحي بدري، عشان اللي بينام بدري بيصحى بدري بيبقى ايه صحته كويسة. حاضر ماشي يا ماما، هقولها اهو على طول، بس روحي انت بس وانا هقولها على طول. ماشي يا حبيبتي يلا انا اروح اهو، يلا ما تنسيش تقولي اذكار النوم. اذكار النوم علشان ربنا يحفظني وانا نايمه. اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت روحي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين. انا زهقت قوي من قعده البيت، انا استاذنت ماما وخرجت اتمشى في الجنينه شويه. اقعد هنا يا دبدوب وانا جايه اقعد جنبك. اما اقوم بقى اجري شويه. ايه ده، ايه اللي وقعني ده؟ ايه ده، ايه العصايه الغريبه دي؟ لما اخدها اشوف ايه العصايه الغريبه دي. ايه ده، هي بتتهز كده ليه؟ ايه ده شكلها كده عصاية سحرية. ماشي انا هشوف بقى، هي ممكن تحول الدبدوب ده لكلب؟ عصايتي عصايتي حول الدبدوب لكلب. دن دن دا. لما اخدها اعمل مقالب بقى في بيتي. سوسو انت رجعتي؟ ايه العصاية شكلها غريب قوي اللي معاكي دي؟ بتاعت مين العصاية دي؟ وايه الكلب ده يا سارة، جبتيه منين الكلب ده؟ ده ليه زي ماما، انا جبته يعيش معانا. مهم مش مهم، المهم انا دلوقتي هروح احضر الغدا، يلا تعالي وجهزي كده واغسلي ايدك وتعالي حضري معايا الغدا. حاضر يا ماما حاضر. فين ادم بقى لما اروح اعمل فيه مقالب؟ انا ادم الكوي اللي بعمل حاجات خارقة. خارقة؟ ده انا هوريك تبقى خارق دلوقتي يا ادم. يا عصايتي يا عصايتي، حولي ادم للرجل الاخضر. دان دان دا. ايه ده اللي بيحصل لي ده؟ انا بكبر كده ليه؟ انا بقيت اخضر كده ليه؟ ايه ده يا مامي يا مامي يا مامي. يا سارة يا سارة، ايه ده يا لهوي، ايه ده يا سارة، تعالي هنا. مين ده؟ ده الراجل الاخضر ده. ادم. انا ادم يا مامي. ادم ادم مين يا بنتي؟ ايه ده، مين ده؟ انا مش فاهم حاجة. فعلا ايه ده، انت فيك شبه من ادم ابني. انت ايه ده، انت ايه اللي حصل فيك يا ادم؟ انت ايه اللي عمل فيك كده يا ادم؟ اصلا يا ماما لقيت العصاية السحرية دي وحولت الادم بيها. سحرية ايه بس يا سارة؟ يا اسامة يا اسامة. يا جماعة خير خير، في ايه في ايه؟ خبر ابيض، انتوا جايبين ديناصور في البيت ولا ايه؟ تعالوا هنا تعالوا هنا، ايه الديناصور ده؟ بس ايه يا اسامة، ده ادم، ادم ابنك. ادم مين ده؟ ادم ابني؟ طب ايه اللي عمل فيه كده؟ ست سارة بمصايبها الجديدة لقيت عصاية سحرية وحولت بيها ادم للرجل الاخضر. عصاية سحرية؟ عصاية سحرية ايه يا سارة؟ ايه اللي انت عملتيه في الوالد ده يا سارة؟ طب ده نحوله ازاي ولا ايه؟ طب ما ترجعيه تاني ولا انت مش عارفة ولا ايه؟ انا ما كانش قصدي يا بابي والله. عصايتي عصايتي، رجعي ادم زي ما احنا عارفينه، ارجع بقى يا ابني، ده ما بيرجعش. العصاية دي بايظة ولا ايه؟ يا عصايتي يا عصايتي، يا ست رجعي ادم بقى، العصاية دي شكلها بايظة. خلاص يا ادم خليك كده وخلاص. ليه يا اسامة في الموضوع ده؟ ابننا تحول للرجل الاخضر، لازم يبقى في حل، هنعمل ايه؟ ما عارف، مش عارف هعمل ايه، والعصاية شكلها باظت ولا ايه؟ شكله هيعيش معانا كده على طول الولد. نديهم يتغدى بس وبعدين ربنا يسهل نشوف حل في المشكلة دي. يا آدم يا آدم يا هالك يا مو يا راجل يا خارق، تعال عشان تتغدى. يلا يا سارة يلا يا سارة، مش عارفين نقول عليك ايه يا سارة، يلا كل شوية مصيبة مصيبة تعمليها لنا. يلا يا بنتي تعالي تعال عشان تتغدوا. انا جعان يا مامي. انا خايفة، هو هيكلنا ولا ايه؟ ده جعان قوي،
وممكن كمان ياكلنا، يعني ما يبقاش اخضر بس، ياكلنا كمان. عارف بس هو احنا ممكن نجري، يلا اجروا اجروا يا اولاد هياكلنا، يلا اجروا يلا اجروا يا اولاد اجروا اجروا. والنبي ولا حلو ولا خارج، لو ما اعمل حركات خارجية هو انا هطلع السلم ده ازاي؟ ده انا هكسره. هو انا ادخل الاوضة دي ازاي؟ حد يدخلني الاوضة؟ انا انام ازاي؟ انا عايز انام. ده انام السرير ده ازاي؟ ده انا هكسر السرير. يعني معلش يا ادم، لو انتي عصاي هترجعي اخويا ازاي؟ ايه ده كمان؟ ايه اللي طلع ده كمان؟ ادم العصاية يا سارة، لو عايز اخوكي ترجعيه زي ما هو لازم تقولي 3 كلمات، ارجع يا شطور يا امور، وهو هيرجع على طول. يا ادم يا ادم، لقيت الحل. حل يا اختي حلي. ارجع يا شطور يا امور. انا رجعت بقيت شخضر. ادم حبيبي، الحمد لله على السلام عليك يا حبيبي. صيّة دي بقى خليها بقى عقاب لكم، لو انتوا حد فيكم عمل حاجة غلط هحول كل واحد فيكم مرة جمل ومرة كلب، لو عملتوا اي حاجة غلط هاتوها بقى معايا. ايه ده؟ ايه الحلم الغريب اللي انا كنت بحلمه ده؟ لما اطمن على ادم. يا ادم يا ادم، اهلا يا اصحابي، يا ريت لو عجبكم الحلم تكتبوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتكتبوا في الكومنتات ان الحلم عجبكم.